ايه انواع الدايابيتس ميليتس والاورال انتي دايابيتيك دراجز بتشتغل ازاي؟ دايابيتس ميليتس في منها تو تايبس. تايب 1 ده اوتو اميون ديزيز، الجسم بيكون انتي بوديز اجينست البيتا سيلز اوف بنكرياس اللي هي مسؤوله عن الانسولين برودكشن. وانس حصل لها ديستركشن البيشنت بيحصل عنده lack of insulin وبيعتمد في التريتمنت اعتماد كلي على الاكسوجينس انسولين. الانست اوف دايجنوزز يوجولي بيكون في التشيلدرن واليونج ادلتس. اما تايب 2 دايابيتس ميليتس ده بيحصل نتيجه بريفيرال انسولين ريزيستنس، يعني الانسولين مش عارف يشتغل على الريسبتورز بتاعته كويس، ونتيجه انسولين انسفيشنسي يعني البنكرياس لسه بيطلع انسولين بس كميته مش كفايه. دول بيحصلوا نتيجه يا اما الجينيتك فاكتورز، الدايابيتس طبعا مرض وراثي، او الايجنج مع التقدم في العمر كل الفانكشنز بتاعه الاورجنز بتقل، وكمان الاوبيستي اللي هي من اهم اسباب الانسولين ريزيستنس. الانست اوف دايجنوزز مينلي بيكون اوفر ايج 35، و 90% من الدايابيتك بيشنتس بيكونوا تايب 2. التريتمنت بتاع تايب 2 بيكون بالاورال انتي دايابيتك دراجز with or without insulin according للكيس بتاعه البيشنت، لان مع البروجريشن اوف ديزيز ممكن البيشنت في النهايه يحتاج برضو للاديشن اوف انسولين. طب الاورال انتي دايابيتك دراجز تشتغل ازاي؟ الاول هقول نورمالي ايه اللي بيحصل من اول انجكشن اوف ميل لحد ما الجلوكوز يدخل السيلز عشان احدد التارجتس بتاعه كل كلاس من الدراجز. After ingestion of meal, small intestine بتطلع انزيم اسمه alpha glucosidase. الالفا جلوكسيدايز ده وظيفته ان هو يكسر الستارش والدايساكارايدز لجلوكوز مونوساكارايد عشان يقدر يحصل له absorption. الالفا جلوكسيدايز انزيم ده اول تارجت للدراجز. بعد كده small intestine برضو بتطلع هرمونز اسمها incretin hormones. incretin hormones دي وظيفتها انها تروح للبنكرياس عشان تعمل له ستيميوليشن ان هو يطلع انسولين. الانكريتين هرمونز دول تاني تارجت للدراجز. بعد ما الجلوكوز حصل له ابزوربشن هو بنفسه بيروح على البيتا سيلز اوف بنكرياس عشان يعمل لها ستيميوليشن انها تطلع انسولين. البيتا سيلز اوف بنكرياس دي تالت تارجت للدراجز. بعد كده الانسولين بيطلع يدخل الجلوكوز للسيلز as a source of energy، والإكساس جلوكوز بيتخزن في الليفر والسكيليتال ماسلز as glycogen وفي الأديبوز تيشو as triglycerides. البريفيرال انسولين ريسبتورز دول رابع تارجت للدراجز. طب هل كل الإكساس جلوكوز بيتخزن ولا في شوية ممكن يخرجوا من الكدني؟ لا، مفيش جلوكوز بيخرج من الكدني. الأول بيحصل له فلتريشن، بس بعد كده في البروكسيمال تيبيول في كو ترانسبورتر اسمه صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، ده وظيفته ان هو يعمل ري ابزوربشن لكل الجلوكوز تاني على البلد. الكو ترانسبورتر ده خامس تارجت للدراجز. دلوقتي انا هقول كل كلاس من الدراجز بالتفصيل. اول كلاس من الدراجز هي الالفا جلوكوزيدايز انهبيتورز، منها الاكربوز والميجليتول. دول بيعملوا انهبيشن للالفا جلوكوزيدايز انزيم اللي كان بيكسر ستارش والدايساكارايدز للجلوكوز، وبالتالي هيقلل الابزوربشن اوف جلوكوز، هيقلل البوست برانديال هايبرجلايسيميا. من السايد افكتس بتاعت الدراجز دي فلاتيلنس، دايريا، وابدومينال بين. اما الكونترا انديكيشنز فبتكون انفلاماتوري باول ديزيز، كولونيك ulceration، وانتستاينال اوبستراكشن. الكلاس دي نوت بريفيرد فور يوز وبتتساب كلاست اوبشن لو البيشنت كان توليريت ذا اذر دراجز. تاني كلاس من الدراجز كانت بتارجت الانكريتين هرمونز وهدفها تزود الليفل بتاع الانكريتين هرمونز عشان تروح تزود الليفل اوف سكريشن بتاع الانسولين. طب الانكريتين هرمونز دي بتتكسر بانزيم اسمه دايبيبتيدايل بيبتايديز 4 او DBP4. الكلاس من الدراجز دي بتبقى DBP4 انهبيتورز، هتعمل انهبيشن للانزيم ده وبالتالي هتقلل الديجراديشن بتاع الانكريتين هرمونز، فالليفل بتاعها يزيد في البلد
فتروح تزود الريليز اوف انسولين. من الدراجز دي الوجلابتين، ساكساجلابتين، ليناجلابتين وسيتاجلابتين. من السايد افكتس بتاعت الكلاس دي نيزوفارنجايتس، هيديك، جوينت بين، بانكرياتيتس. اما الكونترا انديكيشن فبتكون مع الالوجلابتين والساكساجلابتين in patients with heart failure. ثالث كلاس من الدراجز كانت بتارجت البيتا سيلز نفسها عشان تزود الريليز اوف انسولين، اسمهم انسولين سيكريتاجوجز. بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا زي الجلوكوز لما بيدخل البيتا سيلز عشان يزود الريليز اوف انسولين. طب الجلوكوز كان بيشتغل ازاي؟ الاول بيحصل له ابتيك بالبيتا سيلز، وبعدين يحصل له فوسفوريليشن ويدخل الكرابس سايكل يطلع اي تي بي. الاي تي بي اللي طلع ده بيروح يعمل انهيبيشن للاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل، هيقفل الشانل دي، وبالتالي البوتاسيوم هيحصل له اكيوميليشن انسايد ذا سيل. البوتاسيوم حصل له اكيوميليشن انسايد ذا سيل، فالبوزيتيف تشارج انسايد ذا سيل هتبقى زادت. لما زودت البوزيتيف تشارج جوه انا كده عملت ديبولاريزيشن في الممبرين. الديبولاريزيشن ده هيروح يفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، هتفتح الكالسيوم شانل، الكالسيوم يدخل انسايد ذا سيل يروح يعمل ريليز للانسولين من الفيسيكلز بتاعته. طب الانسولين سيكريتاجوجز بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا على اي تي بي سنس بوتاسيوم شانل دي، بيروحوا يقفلوها، وبالتالي البوتاسيوم هيزيد انسايد ذا سيل، يروح يعمل ديبولاريزيشن، يدخل الكالسيوم، الكالسيوم يروح يعمل ريليز للانسولين. اول جروب من الانسولين سيكريتاجوجز دول السلفونايل يوريز، جليبيورايد، جليميبيرايد وجليبيزايد. من السايد افكتس بتاعتهم هما بيزودوا الريليز اوف انسولين، وبالتالي بيبقى فيه ريسك اوف هايبوغلايسيميا. كمان من السايد افكتس ويت جين. اما الكونترا انديكيشنز فبتكون في الرينال والهيباتيك امبيرمنت. تاني جروب من الانسولين سيكريتاجوجز هما الجلينايدز، ناتيجلينايد وريباجلينايد. دول الاكشن بتاعهم زي سلفونايل يوريز بالظبط، بس with shorter duration و rapid onset. السايد افكتس برضو زي سلفونايل يوريز بالظبط، هايبوغلايسيميا ويت جين، بس اقل من سلفونايل يوريز. اما الكونترا انديكيشنز فبتكون في الهيباتيك امبيرمنت، لانهم بيحصل لهم ميتابوليزم واكسكريشن فيا الليفر. رابع كلاس من الدراجز كانت بتارجت البريفيرال انسولين ريسبتورز عشان تزود السنسيفيتي بتاعتها للانسولين، بيكون اسمهم انسولين سنسيتايزرز. اول جروب منها البايجوانايد، وده بيحتوي على وان دراج اللي هو الميتفورمين. الميتفورمين ده الفيرست دراج اوف تشويس للتريتمنت بتاع تايب 2 لو مفيش اي حاجه تمنع استخدامه. طب الميتفورمين بيشتغل ازاي؟ اول حاجه هو انسولين سنسيتايزر، هيزود السنسيفيتي بتاعت الانسولين ريسبتورز للانسولين، وبالتالي هيزود الابتيك بتاع جلوكوز للبريفيرال تيشو، فهيقلل البلاد جلوكوز ليفل. تاني حاجه بيقلل الهيباتيك جلوكوز اوتبوت، بيقلل الهيباتيك جلوكونيوجينيسيس، ما بيخليش الليفر يطلع جلوكوز، وبالتالي برضو بيقلل البلاد جلوكوز ليفل. تالت طريقه برضو بيقلل الابزوربشن بتاع الجلوكوز من الانتستين، وبيعمل ويت لوس. من السايد افكت بتاعت الميتفورمين نوزيا وبومتينج ودياريا. اما مع اللونج تريتمنت بيعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي. الكونترا انديكيشنز بتكون في الرينال امبيرمنت عشان بيزود الريسك اوف لاكتيك اسيدوزز، واي سيريس كونديشن ممكن تؤدي الى اكيوت رينال فيلير برضو بيكون كونترا انديكيتد للميتفورمين، زي المايوكاردير انفاركشن، هارت فيلير و سبسس. تاني جروب من الانسولين سنسيتايزرز هم فايزولودين دايونز، ومنهم البايوجليتازون والروزيجليتازون. دول بيشتغلوا على نيوكليار ريسبتور، هم اجنس لنيوكليار ريسبتور اسمه بيروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما. الاكتيفيشن بتاع الريسبتور ده بيزود الترانسكريبشن اوف انسولين ريسبونسيف جينز. لما تزود الترانسكريبشن بتاعه الانسولين ريسبونسيف جينز ده هيزود السنسيتيفيتي بتاعه الانسولين ريسبتورز، وبالتالي هيزود الابتيك بتاع الجلوكوز من البلد. الروزيجليتازون less used because of الكارديوفاسكولار سايد افكتس بتاعته، عشان كده بيكونتين
الورم بوكس. من السايد افكتس بتاعت الدراجز دي ليفر توكسيستي، ويت جين، فلويد ريتنشن واوستيوبينيا. اما الكونترا انديكيشنز فبتكون في الهارت فيلر. خامس كلاس من الدراجز كانت الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتورز، وهم كاناجلافلوزين، داباجلافلوزين، امباجلافلوزين وارتوجلافلوزين. دول بيشتغلوا ان هم بيعملوا انهبيشن للكو ترانسبورتر ده اللي كان بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم مع الجلوكوز، وبالتالي هيزود الاكسكريشن بتاع الجلوكوز لليورين، هيقلل البلاد جلوكوز ليفل، وكمان هيخرج صوديوم مع الجلوكوز فهيعمل اوزموتيك دايوريسيس. من السايد افكتس بتاعت الدراجز دي فيميل جينيتال مايكوتيك انفكشنز زي الفاجينال كانديديزيز، كمان بيزود الريسك اوف يورينري تراكت انفكشن، وكمان اليورينري فريكوانسي. ممكن يعمل هايبوتنشن مع الالدر بيشنتس او البيشنتس اللي بيستخدموا دايوريتكس ثانيه. الكونترا انديكيشنز بتاعت الدراج دي بتكون في الرينال امبيرمنت. بس كده، ولو عجبك الفيديو دوس لايك سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من سامري اوف فارماكولوجي. سلام عليكم.